أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد بالتعاون مع شركة أوربكس، والفيديو الأسبوع الذي سنتحدث فيه غالبا عن أهم الأمور التي حصلت خلال جولات الأسبوع الماضي، وأيضا الأمور التي ننتظرها خلال الفترة المقبلة. كان لدينا أسبوع حافل جدا خلال الأسبوع الماضي مع العديد من الأرقام الاقتصادية المهمة وأيضا الأحداث، وأحد أهم الأحداث التي كانت في تداولات الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الأحد كانت لدينا الانتخابات الفرنسية، وأخيرا أخيرا شهدنا مرة أخرى عودة لي البابليك بولز او اللي هي استطلاعات الراي، والتي كانت نوعا ما صحيحه وقريبه بشكل قريب مما كانت عليه طبعا من او قريبه من النتائج التي تم الاعلان عنها مؤخرا. ماكرون وصل الى سده الحكم في فرنسا، وايضا من جديد لا زال هناك لدينا المزيد من التحديات امامنا، لكن بنفس الوقت الريسك او المخاطر من هذه الانتخابات قد اصبحت خلفنا. لكن فيما لو نظرنا الى الاسواق بشكل عام، قد يكون هناك البعض يسأل لماذا انخفضت الأسواق الأوروبية خلال فترة التداولات الأوروبية اليوم، وأيضا الأمريكية استمرنا بالانخفاض، ولماذا أيضا انخفض اليورو من جديد منذ بداية الجلسة الأوروبية حتى الجلسة الأمريكية وحتى نهاية اليوم. هذا الشيء الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا خلال الأسبوع الماضي، وحذرنا أنه في الفيديو الماضي بعدم التفاعل بشكل كبير أو الأوفر رياكشن بشكل كبير أو المبالغة في التفاعل مع نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية. لماذا؟ لأن الأسواق كانت قد سعرت وصول ماكرون للحكم منذ أن وصل إلى الجولة الثانية في الانتخابات بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي حصلت تقريبا حوالي من قبل حوالي أسبوعين، ومنذ الإعلان عن أنه وصل ماكرون إلى الجولة الثانية ارتفع اليورو بأكثر من 2% في يوم واحد، بينما الإكويتيز أو اللي هي الأسواق الأوروبية أضافت ما بين 3.2 إلى 3% بمجرد الإعلان أيضا عن النتائج. السؤال الذي يكمن الآن، أين نذهب من هذه الفترة وما بعد ذلك؟ وكما ذكرنا من جديد خلال الفترة الماضية أيضا، بما أنه أيضا الانتخابات انتهت ومخاطر الانتخابات ووصول اليمين المتطرف إلى الحكم، الآن علينا التركيز على أهم الأرقام الاقتصادية المقبلة، بالإضافة إلى ذلك الحوافز الأساسية المنتظرة وخصوصا التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. خلال تداولات الأسبوع الماضي يوم الجمعة كان لدينا تقرير الوظائف الأمريكي والذي أتى بأفضل من التوقعات بشكل عام، لكن على الرغم من ذلك إلا أن المؤشر العام للدولار الأمريكي عاد وانخفض خلال تداولات يوم الجمعة، مما أدى باليورو حتى إلى قرب وصوله إلى حوالي 1.10، وصلنا إلى 1.0998 تقريبا. السبب وراء الانخفاض في المؤشر العام للدولار الأمريكي وهو الشيء المهم الذي لا زلنا أيضا ولا طالما تحدثنا عنه، أولا انخفاض معدلات البطالة يعود إلى خروج العديد من الأشخاص من سوق العمل بشكل كبير، ووصلت النسبة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عام. الشيء الأهم من كل ذلك أنه الرواتب، هناك البعض قد يقول أنه الرواتب قد ارتفعت بواقع 13%، هذا على المستوى الشهري. ما ينظر إليه الفيدرالي دائما، وهذا الشيء الذي دائما ما كنا نذكره، ينظر على المستوى السنوي. المستوى السنوي شهدنا فيه انخفاض للشهر الثاني على التوالي، وعلى عكس توقعات الأسواق انخفضنا من 2.6 إلى 2.5، مع أن التوقعات كانت تشير إلى 2.7 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تقريبا حوالي العام. مع عدم وجود أي نوع من الارتفاع في أو تضخم الرواتب، هذا الشيء الذي يعني أنه من الممكن أن لا يصل معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف لدى الفيدرالي الأمريكي، وبالمقابل هذا الشيء الذي قد يخفف من احتمالية أن يتم رفع أسعار الفوائد، أن يخفف حتى من كم مرة يتم رفعها خلال العام الجاري، المنتظر أن يرفعها 3 مرات، قد تعود إلى مرتين أو قد تعود إلى مرة لا نعلم. لكن على الرغم من كل ذلك إلا عليكم أيضا الانتباه بشكل كبير وبشكل مهم جدا وحذر جدا أنه العقود الآجلة لمعدلات الفائدة الأمريكية تسعر احتمالية أن يتم رفع أسعار الفوائد باحتمال 100% في اجتماع يونيو المقبل، بما معنى أن الأسواق الآن ستبدأ بتسعير هذا الشيء، وهو ما يعني عودة ارتفاع الدولار الأمريكي لكن بشكل طفيف وليس بشكل كبير. خلال بداية تداولات اليوم شهدنا مرة أخرى عودة للارتفاع في الدولار بحوالي تقريبا 0.5% أمام معظم العملات العالمية، وخصوصا طبعا المؤشر العام للدولار الأمريكي، وقد نستمر في هذا الارتفاع خصوصا مع عدم وجود الكثير من الأرقام الاقتصادية المنتظرة من الولايات المتحدة الأمريكية. والشيء الأهم من ذلك والذي نريد أن نحذر منه مرة أخرى، لا تنسوا أن اليورو لا زال لديه جاب أو لا زال لديه أيضا فجوة سعرية عند حوالي مستويات 1.07، والتي يجب أو قد يتم مرة أخرى تغطيتها عاجلا أم أجلا. هذا كل شيء كان أردت الحديث عنه في بداية هذا الفيديو، الحديث عن الانتخابات الفرنسية وتفاعل الأسواق معها، لكن الآن دعونا نلقي نظرة مرة أخرى على المؤشرات التقنية وأيضا الرسومات التقنية لبعض المنتجات وبعض الأصول في الأسواق. البداية مع المؤشر العام للدولار الأمريكي كما هي العادة، و عدنا مرة أخرى كما ذكرنا مع بداية تداولات يوم الاثنين بالعودة إلى الارتفاع من
خط الاتجاه الذي كنا رسمناه خلال الفترة الماضية، على أساس بما أنه على أمل أن يكون هناك لدينا نموذج رأس وكتفين الماضي الذي ذكرناهما، لكن على الرغم من ذلك إلا أنه لم يتم، وعلى الرغم من ذلك أيضا استمرينا بالانخفاض. لكن العودة للارتفاع كانت من نفس المستوى المستهدف حوالي 98 50، معدل الارتفاع حوالي 99 11. الشيء المهم هنا المؤشرات التقنية جميعها ومعظمها على معظم المستويات لدينا نوع من التشبع البيعي، وعودة حتى للارتفاع على المستوى اليومي على الأقل. هذا الشيء الذي لا زال نوع ما يعتبر إشارة أيضا إيجابية، لكن لدينا عائق أولا بداية عند متوسط 100 يوم 200 يوم عفوا على المستوى اليومي ومستويات 99 21. لكن من جديد أيضا نحذر مرة أخرى أنه لا زال هناك لدينا ما يسمى بالتريدنج جاب أو الفجوة السعرية، التي في الغالب ما سيتم تغطيتها خلال الفترة المقبلة، لكن يجب علينا أن ننتظر أيضا إلى الحافز الأساسي الذي قد يدفع الدولار إلى الارتفاع، وهذا الحافز قد يكون هو من جديد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل. لكن في الوقت الحالي لا زالت نوعا ما النظرة سلبية بالنسبة للدولار، مع بعض التصحيح نحو الأعلى الذي قد لا يتعدى مستويات المئة المركزية التي لطالما تحدثنا عنها بشكل مطول. بالنظر إلى اليورو مقابل الدولار، ومرة أخرى مع الاختراق الذي شهدناه يوم تداولات يوم الأربعاء، وأيضا يوم الخميس عفوا ويوم الجمعة، إلا أنه يوم الاثنين عودنا للارتفاع، وخط الاتجاه المنخفض على المستوى اليومي الذي هو ما بين قمة أغسطس وحتى قمة سبتمبر نأتي عند هذه المستويات. وقد يكون هذا الاختراق مرة أخرى اختراق كاذب، لسبب أنه كان لدينا الفجوة السعرية وأيضا الأرقام الأمريكية، الآن نعود للانخفاض من جديد، لكن الإغلاق الذي قد يكون خلال تداولات يوم الاثنين ليلا قد لا يدعم الانخفاضات، أو يعني يدعم الضغط على الزوج بشكل كبير. لكن من جديد نحذر من الفجوة السعرية التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين، مستويات 107 17 تقريبا، هي 107 حتى الإغلاق كان يومها 107 26، والذي قد نعود ويتم تغطية هذه الفجوة قبل أن نعود ونستمر بالاتجاه العام الذي لا زال هو طبعا اتجاه عام مرتفع. بالانتقال إلى أيضا الأرقام أو بعض المؤشرات الأخرى بما فيها طبعا الدولار النيوزيلندي، أو أول المؤشرات التي سننظر إليها الدولار النيوزيلندي. الدولار النيوزيلندي خلال الفترة الماضية مرة أخرى شهدنا استمرارية بالانخفاض من جديد، حاولنا أكثر من مرة طبعا الاختراق نحو الأعلى، لكن لازلنا في نفس أيضا نطاق ضيق مهم جدا خلال الفترة الماضية، وحاولنا كسر متوسط 100 أسبوع على المستوى الأسبوعي، فشلنا في ذلك وعدنا الارتفاع الأسبوع الماضي. لكن أيضا مع ذلك إلا أنه لازال خط الدعم المتمركز عند حوالي 68 77 على المستوى الأسبوعي صامد منذ أكثر تقريبا من عام. هذا الشيء الذي قد يعطينا بعض الارتفاعات من جديد، وذلك طبعا بدعم من المؤشرات التقنية التي لا زالت أيضا متشبعة على معظم المستويات ومعظمها المستوى الأسبوعي وأيضا المستوى اليومي والمستويات الأخرى. هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى نوع من الارتفاعات، لكنها أيضا ستكون ارتفاعات بسيطة جدا، قد نستمر في التداول في نفس النطاق دون مستويات 1 أو 0.70. بالانتقال أيضا إلى الدولار الأسترالي، الدولار الأسترالي استمرنا من جديد بالعودة للانخفاض مرة أخرى، حاولنا مرة أخرى الكسر لمتوسط 50 أسبوع على المستوى الأسبوعي، فشلنا في ذلك الأسبوع الماضي وعدنا للانخفاض. الآن هذا بداية هذا الأسبوع شهدنا مرة أخرى عودة للانخفاض، وهذه الانخفاضات قد تستمر من جديد مع المزيد من الأرقام الاقتصادية التي شاهدناها من أستراليا، والتي لا زالت تشير إلى احتمالية الانخفاض أو التراجع من جديد بسبب قوة الدولار الأسترالي خلال الفترة الماضية دون تغير بشكل كبير. لكن هذا الشيء أو هذا الكسر الذي شاهدناه بداية الأسبوع قد يفتح المجال لمزيد من الانخفاضات، على الأقل قد نعود إلى مستويات حوالي 73 30، نحن عند حوالي 73 80 73 30 قد تكون مستويات المستهدفة لهذا الأسبوع. بالنسبة للدولار مقابل الين، مرة أخرى استمر الين بالضعف من جديد، واستمرنا على مدار الأيام الماضية بالارتفاع حتى خلال تداولات يوم الاثنين بدأناها على نوع من القوة، لكن عاد الدولار مقابل الين إلى الارتفاع من جديد، ولا زلنا نتداول عن نفس المستويات التي ذكرناها خلال الفترات الماضية. مستويات متوسط 100 يوم لا زال مهم النظر إليه، بعد طبعا اختراق متوسط 50 يوم على المستوى اليومي لأكثر من سبب، طبعا أحد الأسباب هي المخاطر التي كانت في الأسواق، وعدنا من جديد لقوة الدولار أمام الين بشكل كامل. والشيء الأهم من ذلك أن البنك المركزي ذكر أنه لا يريد أن يغير أو يفكر في عملية الخروج من شراء السندات، هذا الشيء الذي لا زال يدعم الدولار مقابل الين. نتابع متوسط 100 يوم على المستوى اليومي 113 15 هذا الأسبوع،
اختراق هذا المستوى هذا الشيء الذي قد يفتح المجال الى حوالي مستويات 113 50 و114 طبعا، وذلك بدعم من جديد من ضعف الين من جهة وايضا قوة الدولار من جهة اخرى لنوع من التصحيح فقط، لكن المؤشرات التقنية ايضا لا تشير الى انه لدينا الكثير من الارتفاع من هذه المستويات، لذلك مستويات 113 مهمة قد تكون مستويات جيدة للبيع. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ايضا استمرينا بالارتفاع من جديد امام معظم العملات، واستمر الجنيه الاسترليني امام الدولار بالتداول نحو الاعلى، حتى انه كان لدينا من جديد قناة مرتفعة، وحتى انه كان اصبح لدينا نوع من الاتجاه العام الاتجاه المرتفع، لكن بنفس الوقت لا زال لدينا من جديد نوع من التشبع في عمليات الشراء على المستوى اليومي، حتى انه في نوع من الفلاج او نوع من العلم الذي يجب النظر اليه خلال الفترة المقبلة. الشيء المهم في الجنيه الاسترليني انه الان ستبدأ المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بشكل اعنف بعد خصوصا وصول ماكرون الى الحكم، هذا الشيء الذي قد لا يفيد الجنيه الاسترليني بشكل كبير، ولا ننسى ايضا انه كان لدينا فجوة على الجنيه الاسترليني لكن بشكل بسيط ليس بشكل كبير، هذا الشيء الذي قد يتيح العودة على الاقل لاختبار مستويات الدعم السابقة والتي كانت تتمركز عند حوالي 27 70، وطبعا المستويات التي قبل ذلك لدينا مستويات الدعم 28 50، تعتبر هذه المستويات مستويات مستهدفة لدينا خلال الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك لدينا أيضا الأسعار الذهب، أسعار الذهب للأسف اخترقنا خط الاتجاه المرتفع على المستوى اليومي، كسرنا مستويات دعم مهمة جدا لانخفاض المخاوف في الأسواق سواء الجيوسياسية أو المخاوف السياسية من أوروبا، إلا أنه لا زلنا متمسكين بالنظرة الإيجابية بالنسبة للذهب بعد ما وصلنا إلى كل الأهداف المستهدفة لدينا، وصلنا أيضا حتى إلى المستويات التي ذكرنا فيها بالنسبة لي التصحيح بالنسبة لأسعار الذهب، متوسط 100 يوم على المستوى اليومي هو المستوى المستهدف الذي يجب النظر إليه إلى 1221 خلال الأسبوع الجاري. من المهم أن نشهد نوع من الاستقرار فوق ذلك المستوى. أخيرا بالنسبة للفضة، الفضة تختلف كليا عن الذهب، لكن بنفس الوقت تبقى النظرة أيضا إيجابية طالما أن الفضة تتداول فوق أدنى مستوى لها لهذا العام وخلال ديسمبر الماضي عند حوالي 15 60، وهذا الشيء الذي يجب الانتباه إليه أن هذه المستويات قد تكون مستويات القاع في ظل يعني وصول المؤشرات التقنية عن تشبع عمليات البيع بشكل كبير. فهذه بالنسبة لي أيضا النظرة التقنية لتداولات الأسبوع الجاري. إذا كان هذا كل شيء لدينا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة ومتابعة هذا الفيديو، أيضا يمكنكم متابعتنا خلال الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي كما هي العادة، وأيضا يمكنكم التسجيل في الويبينارات المنتظرة خلال هذا الشهر سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، لدينا حوالي 3 إلى 4 ويبينارات أيضا مع شركة أوربكس، يمكنكم أيضا أن تحصلوا على المعلومات أسفل هذا الفيديو، لدينا أيضا اللينكس أو الروابط، بالإضافة إلى ذلك إذا كان لديكم أي أسئلة واستفسارات يمكنكم أيضا تركها أسفل هذا الفيديو على موقع يوتيوب وسأحاول الرد عليها قدر الإمكان. أخيرا يمكنكم إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضا أن تضعوه على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، نراكم مرة أخرى بفيديو جديد خلال الأسبوع المقبل.